المدينة الأمريكية دالاس. مدينة أمريكية تعد ثالث مدن ولاية تكساس، ومن أكبر المناطق الحضرية في البلاد، وتشكل مركزا اقتصاديا وسياحيا مهما، حيث تستفيد من موقعها المركزي في مجال النقل السككي والجوي، مما جعلها تلقب ب دي الكبيرة The Big D. عاشت في 7 يوليو 2016 الصدمة بعد تصفية 5 من رجال الشرطة في حادث نفذ بدوافع عنصرية. تقع المدينة شمال ولاية تكساس على مروج منبسطة على بعد 48 كيلومترا من مدينة فورت وورث، ويقسمها نهر ترينتي إلى قسمين، حيث تقع أهم منطقة تجارية فيها شمال وشرق النهر. توجد مدينة دالاس في مركز مقاطعة دالاس، وتعد مركزها الإداري، وتمتد أجزاء من المدينة إلى مناطق مجاورة، وهي كولن ودينتون وكوفمان وروكول. وتبعد من الجهة الشمالية عن مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس بنحو 292 كيلومترا. تعد من المناطق المسطحة في معظم مساحتها، وتشكل المياه نسبة 11% من مساحتها الإجمالية التي تبلغ حوالي 1000 كيلومترا مربع، وترتفع على مستوى البحر ب131 مترا. ظلت أراضي دالاس قبل تأسيسها خاضعة لحكام المستعمرات الإسبانية حتى عام 1821، حيث ضمتها المكسيك إليها بعد استقلالها عن إسبانيا. وبدأت نواة المدينة بعد إنشاء المحامي والتاجر جون نيلي بريان عام 1841 لمركزا تجاريا على نهر ترينتي، وأعلنت رسميا مدينة في 2 فيفري من 1856. وخلال الحرب الأهلية الأمريكية بين سنتي 1861 إلى 1865، أصبحت مركزا إداريا للجيوش المتحالفة. وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تم ربط المدينة بشبكات السكك الحديدية، وازدهرت وسائل النقل والتجارة، مما ساعد على تزايد سكاني سريع بالمدينة. كما أدى اكتشاف النفط في شرقها عام 1930 إلى ازدهار اقتصادها، وشهدت المدينة تبعا لذلك نموا كبيرا في ضواحيها خلال الستينيات وسبعينيات القرن العشرين، ووضع لها مخططا أطلق عليه اسم أهداف من أجل دالاس. تم خلاله بناء مطار دالاس فورت وورث، وكذلك تزايد العمران بها. تتميز بمناخ شبه استوائي رطب، رغم أنها تقع في منطقة تتلقى تيارات دافئة ورياح جافة من الشمال والغرب في فصل الصيف، حيث يصل معدل درجة الحرارة فيها خلال الصيف بين 19 و 20 درجة مئوية، ليرتفع أحيانا في شهر أوت إلى 38 وحتى 43 درجة مئوية. أما في فصل الشتاء فتبلغ درجات الحرارة بها 8 درجات خلال شهر يناير، وترتفع إلى 27 درجة مئوية، ويشهد هذا الفصل أيضا سقوط الثلوج بمعدل يوم أو يومين في السنة، بعلو يبلغ عموما حتى 4 سنتيمترات. يبلغ عدد السكان دالاكس 1,300,092 شخصا حسب إحصائيات سنة 2016، وهو ما يشكل نسبة 4.7% من مجموع سكان ولاية تكساس، البالغ عددهم 25,146,000. أما حاضرتها التي تعرف بدالاس فورت وورث أرلينغتون، وتسمى اختصارا بالدي اف دبليو في، فتضم 7,100,000 نسمة، وتصل الكثافة السكانية في المدينة إلى 1,407 في الكيلومتر المربع الواحد، مما جعلها من أكبر المدن اكتظاظا بالسكان في الولاية. تعتمد دالاس أساساً على التجارة والخدمات المالية والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والخدمات الصحية والأبحاث الطبية والنقل. وصنفت حاضرة دالاس عام 2014 في المركز الخامس بأمريكا من خلال ناتج داخلي خام تجاوز 500 مليار دولار، ورابع أكبر مركز للتشغيل بالبلاد خلف نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو، بعد تمكنها من خلق 3,500,000 منصب شغل غير فلاحي. وتتوفر في هذا الصدد على أكثر من 4,000 مصنع في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية وصناعة الطائرات وأجهزة الحقول النفطية والملابس والصناعة الغذائية والطباعة والنشر، كما تعد مركزا مهما لصناعة القطن.
وتوجد على بعد 800 كيلومتر من منطقة مدينة حقول نفطية تشكل ثلاثة أرباع احتياطي النفط الأمريكي، كما أنها تحتضن أكثر من 100 مؤسسة بنكية ومقرات رئيسية لعدة شركات تأمين عملاقة. كما يعد مطارها الدولي دالاس فورت وورث أحد أكبر وأكثر المطارات ازدحاما في العالم. تشكل قطبا سياحيا في ولاية تكساس وأمريكا من خلال توفرها على عدة مناطق ترفيهية، من أهمها حديقة حيوانات دالاس، ومتحف دالاس للفنون، ومنتزه فاير بارك، وحديقة تكساس ديسكوفري جاردنر، ودار الأوبرا المعروفة باسم ويسبير أوبرا، ودالاس كوميدي هاوس، والمتحف الإفريقي الأمريكي، ومسرح وايلي تياتر. كما تتميز مباني عدة فيها بعمارتها التي تعود إلى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكذلك ناطحات السحاب، ومن أشهر الأحياء المتميزة لتلك الثقافة كازا فيو، وإكسبوزيشن بارك، وبريستون هيلو، وساوث دالاس، والليكوود. شهدت دالاس حادث الاغتيال الشهير للرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي يوم 22 نوفمبر من سنة 1963، وتم تحويل عمارة مرتبطة بالحادث إلى متحف حول حياة كينيدي. وعاشت دالاس في السابع من يوليو من 2016 حدثا جللا سلط الضوء مجددا على ظاهرة العنصرية في المجتمع الأمريكي، فقد قتل ميكا جونسون أمريكي من أصول إفريقية خمسة من رجال الشرطة، وجرح آخرين بدوافع وصفت بالعنصرية خلال احتجاجات على مقتل رجلين أسودين برصاص الشرطة قبل ذلك في ولايتي مينيسوتا وأريزونا. وندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالحادث، وأمر بتنكيس الإعلام لخمسة أيام حدادا على الضحايا، بينما ارتفعت الأصوات في المجتمع الأمريكي تطالب بالتهدئة والوحدة.